إذا نكتفي بهذا القدر من وزير الاقتصاد أمين سلام كلامه وتعليقه على مسألة الدولار الجمركي، وفيما قالوا بأنه سيرى تحديدا اليوم صار في عملية استفادة، عملية مثل كأنه تهريب، يعني سياراتي بس بيدفعوا جمرك بس بيدفعوا 1005، فصار في استفادة أنه كل اللي معه مصاري راح اشترى سيارات فخمة كتير طالما جمرك على 1500 ليرة، وبركة فكرة سديدة هيدي. لا بدون شك، ولكن برأيه معالي الوزير إذا رجع الجمرك على السيارة الفخمة اللي حقها مثلا هي قبل الجمارك 100,000، بيلحقها بين الفي اي تي والجمرك شي 50,000. إذا رجعوا 50,000 قديش راح يبيع منهم هالسيارات؟ راح ينزل بيع هيدا السيارات 90%، وهيدي شغلة مجربة في كتير من بلدان العالم. فمش دايما تعلية الجمارك بتأدي إلى جمارك زيادة. شيلي السيارات على جنب، نسيوا كل اللي عم بيتعاطوا بالموضوع، نسيوا انه نحن موقعين مع اوروبا كلها وموقعين مع الدول العربيه كلها تجاره مفتوحه بدون اي رسوم جمركيه. عاده الناس اللي دخلها محدود هي عم تشتري بضائع ربما صينيه اكثر، ربما تركيه اكثر، وهذه كلها عليها جمارك. بعدين بينقصهم كتير من التجربة. معلش مع كل احترام لمعالي الوزير، دخليك اليوم الكهرباء كل شيء له علاقة بالكهرباء، تناخد الالكتريك بانلز العالم كله هلأ ريكت، تعرف شو عليها جمارك هاي؟ بعدين دايما بيضربوا موضوع الجمرك، نحن بدنا ناخد كونتينر واصلة مثلا تناخد ألواح شمسية، نعم، يلي هي اليوم بأهمية الخبز. متفقين؟ نعم. إيه؟ لا أنا ما في كهرباء. طبعا الألواح الشمسية عليها رسوم جمركية، عليها في اي تي، وعليها فحوصات. ما بنعرف مين بيقرر، أنا رئيس جمعية صناعيين سابق في شيء اسمه الإيري، معهد البحوث الصناعية، اللي تحول إلى معهد الفحوص، بطل معهد بحوث صار فحوص. الكونتينر اللي جاي فيها ألواح شمسية بتكلف لها 600-700 دولار فحص. هون دايما عم نراجع التاريخ، عم براجع نفسه اللي عملناه بالسلسلة. جينا قال لهم يا جماعة بدنا نزيد السلسلة، طبعا ما حدا يفهمني غلط، مش عبول السلسلة مش حق، سلسلة حق، ولكن تعالوا شو رأيكم مثلا نجي نبحث مع الأساتذة بالتعليم الرسمي اللي بندفع لهم ليبعتوا أولادهم على المدارس الخاصة، تعالوا تنشوف كيف بدنا نضم مدارس مع بعضها. يعني وقت بدنا نعمل السلسلة، ربما لبنان البلد الوحيد اللي عمل تفاوض على فترة طويلة 2 و3 سنين تفاوض مع النائبات ومع العمال كلهم، ما أخذ شيء، أعطينا السلسلة ما أخذنا إنتاجية مقبيلة، بعدنا منفرس فوق 30 نهار بالسنة. ليكي إذا إجا مستثمر بده يعمل مشروع إنتاجي بلبنان ولقى فيه بلبنان 30 يوم عطلة رسمية، إذا في عقل براسه بيبطل. نحن أكثر عطل رسمية بالعالم، أوكي؟ هودي كلياتهم سوا بدنا ناخذهم سلة وحدة. اليوم بدنا ندق بالجمارك، نعم، نطلع من الـ 1500 للـ 20,000، أنا برأيي طلعة سريعة، لازم نوصل للـ 20,000، نعم، ربما لازم نوصل للـ 20,000، بس أنا كنت أفضل نوصل للـ 20,000 بمرحلتين، 8-12-20 مثلاً. هيدا الموضوع بيخفف شوي من التضخم. بعدين مع محبتي واحترامي، اليوم اللبنانيين عايشين على مولد الكهرباء. هل عارف معالي الوزير قطع الغيار المولد الكهرباء اللي هي اغلبيتها يعني قليل منها بيجي من اوروبا، كلها عم تدفع رسوم جمركيه وعم تدفع في اي تي. يا عمي اليوم قبل ما تجيبوا كهرباء كل شيء مرتبط بالكهرباء، الواح شمسيه، نعم، او قطع غيار او الى، يعني هي اهميتها عم تقول باهميه المواد السلع الغذائيه لانه هي بتاثر عليها، يعني تماما، وبالتالي حتى لو ما رفعنا سعر مثلا الاكل انه المواد الغذائيه فهي سترتفع حتما بفعل ارتفاع اسعار الانتاج. تماما يعني. يلي عم بقوله النظريه انه هاي ما رح تدق بمحدودية الدخل، نظرية ما بدي استعمل كلام تقيل، نظرية مش بمحلها، نظرية ما لها علاقة بعالم الاقتصاد، وما حدا عمل سيميوليشن، ما حدا اجى قال السوبر ماركت كيف. يعني ما تنسي انه في كتير
أصناف، علي جمارك، مثل ما قلنا خاصة من البلدين المستورد منها أكثر شيء، نقيت أنا تركيا وروسيا لأنه عفوا والصين، لأنه بنجيب منهم يعني تقريبا شي نص الاستيراد من هالدولتين، 40% من الاستيراد من هالدولتين. هودي الدولتين كلهم عليهم رسوم جمركية، الرسوم الجمركية يعني أكل حياة اللبناني اليوم لا تقتصر فقط على الرز والقمح والحمص والفول والمأكولات والصابونة، ما بعرف هلا كيف بده يتعاملوا مع مواد التنظيف، مع الدونتيفريس، مع مش كل شيء يعني بنصوره انه لوكس، هو بالواقع لوكس، خاصة بما يتعلق لنا بقطع الغيار وكل شيء له علاقة بإنتاج الكهرباء والسيارات. يعني شوفير التاكسي البنزين مش وحده اللي دابحه، اللي دابحه أكثر من البنزين قطع الغيار، حق الدولاب وإلى آخره. هودي إذا رجع عليهم صار في جمارك بدون أدنى شك بده يؤدي إلى تضخم. دائما تناخد، نحن كنا عم نقول لك إنسان عم بجيب كونتينر 20 قدم على لبنان، تعرفي شو فيها مصاريف برانية؟ نعم، بتوصل المصاريف غير قبل ما نوصل على TVA وقبل ما نوصل على الجمارك. نحن بدنا نرفع الجمارك، مع احترامي لك يا معالي الوزير، ببلد التهرب من TVA يقدر اليوم بتلتين الحركة التجارية. نعم، تلتين الحركة التجارية من تحت الطاولة بدون TVA. انه كيف بدك ترفع يعني يا عم ظبط TVA، انه مش عم تعمل جباية اصلا يعني، وفي تهرب. اذا رفعنا لـ8 بدل ما نرفع مثلا لـ20، اذا رفعنا لـ8 وعلى خط متوازي اكدنا انه ما عم تجي فوتير مزورة، هون عم بحكيها مش المرة الأولى عم نحكيها، الفواتير المزورة بتشكل أكثر من نص الفواتير اللي بفوت فيها بضاعة على لبنان. نعم، خفت هلأ لأنه صار الجمرك ماشي، بس هيدي راجعة، الفواتير المزورة راجعة وتقدر من مش من مصادر حتى لبنانية، من المصادر اللي عم تكشف على اقتصاد البلد اليوم مثل ما قلت لك بـ70%. هاي TVA، التهرب من TVA، طريقة التهرب من TVA إحدى الطرق الأساسية هي الفاتورة المزورة. نعم، فتناخد المصاريف الثانية. بتعرفي هلا وكلاء البواخر في شيء بندفعه اسمه فيو. نعم، فيو هي ابريفيشن لفري ان اوت. هودي المصاريف يلي بيدفعهم وكيل الباخره، يعني الباخره عليها رسم للتلبيس، عليها رسم بايلوتنج اللي بيقربوها تتصف، عليها عده رسوم، وحتى الكونتينرز بس ينزلوا عليهم ارضيه، واذا تاخروا عليهم ارضيه. هودي كلهم كانوا يندفعوا بالليرة اللبنانية ويدفعوا للمستورد بالدولار. وطلع القانون، قانون لزوم ما لا يلزم، هلأ من جمعتين ابتداء من 12/8 صار كل إنسان بيقبض ضريبة أو رسم بعملة بالدولار بده يسددها للدولة بالدولار. طيب في سنتين وكم شهر، تعرفي عن شو عم نحكي؟ نعم، بدل ما تلتوا هلا بالجمارك روحوا حصلوا 300-400 مليون دولار اللي اندفعوا من المستوردين وغير المستوردين ضرائب ورسوم. نعم، بالدولار، وسددوا للدولة على بالليرة اللبنانية.